إنسانيا، كشف الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين في إقليم دارفور غربي السودان آدم رجال، كشف عن تفشي الأمراض والأوبئة بين النازحين في المخيمات بولاية وسط دارفور والمناطق المحيطة بها، خاصة أمراض الإسهال والملاريا والسل. وأعلن آدم رجال عن تسجيل أكثر من 500 إحالة إصابة بمرض السل منذ عام 2023 وحتى الآن، حيث انتشر المرض داخل مخيمات النازحين وأحياء المدن والمناطق المجاورة لها في ظل عدم توافر العلاج في مستشفى المنطقة الريفي. وينضم إلينا عبر الهاتف من إقليم دارفور آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور. أهلا وسهلا بك سيد آدم. كما سمعنا من خلال هذه الأرقام التي ذكرت في بيانكم، لو أمكن لنا أن توجز لنا هذه الأرقام وأهم ما ورد بها كذلك. أهلا وسهلا أستاذ، وشكرا على الاستضافة، وعبر التحية لكل متابعيه المشاهدين والمستمعين لقناة الجزيرة. أنت بتعلم أنه الوضع في دارفور وضع صعب جدا وسيء ووضع كارثي، قد كاد أن تلو الوضع يطلع إلى خارج السيطرة، وطبيعي جدا أنه أن يكون هناك أمراض وتفشي وأوبئة داخل المخيمات نسبة لعدم وجود الأوبئة المنقذة للحياة والشوف في المواد الغذائية الرئيسية و عدم شرب او عدم المياه النظيفه او الصالحه للشراب. ده كل اسباب بتؤدي الى تفشي الامراض والاوبئه والنزلات وغيرها من الامراض المعديه. في معسكرات نركت تحديدا ظهرت الاسهالات والملاريات والسل وغيرها من الامراض الفتاكه. اي ظهرت اكثر من 500 حاله اصابه منذ 2023 حتى تاريخ اللحظه، يعني ده بالتقارير الطبية في المستشفى المركزي، ولا يوجد أوبئة منقذة للحياة ولا يوجد أي بديل ثاني غير إنه الناس بيموتوا. يعني أكثر يعني بعد إيد الفطر المبارك ماتوا أكثر من 50 شخص بسبب هذه الأمراض في المنطقة هناك، وده هذه الأمراض ما موجودة في المنطقة فقط بل إنما كل المناطق في دارفور وحتى في كل مخيمات النزوح. السبب الأساسي إنه لأنه طالما هناك حرب يعني يكون في امراض، يكون في جوع هي اللي بتسبب انه يكون في امراض، لانه يعني في زول ما بيكون باكل لفتره اليوم، وحتى الوجبه اللي باكل ما بيكون عنده يعني عناصر رئيسيه بالنسبه للغذاء، فده بيشكل اعاقه وبيشكل انه يكون في مرض وممكن يعدي الى الموت. وفي يعني اطفال كثار جدا دخلوا الى سوء التغذيه، يعني هسه في المنطقه سجلوا اكثر من 500 حاله بتاع اطفال يعني يعانون من سوء التغذيه، وعلى مستوى الاقليم اكثر من 7000 طفل يعانون من سوء التغذيه، قاعد يحتاجون الى مواد غذائيه او مواد معالجه الاطفال من سوء التغذيه. الوضع بجد صعب جدا، مع انه يعني وطيره العنف وطرفي الصراع يعني يستغلون الوضع ويستخدموا الغذاء كسلاح للتجويع، مع ذلك ولا ينظرون الوضعيه بتاعت المجتمع اللي هم عايشين في المعاناه منذ اكثر من 21 سنه، لا حل لا بديل، بل انما يكون هناك اكثر تضرر واكثر يعني معاناه بدل ما يتعالج، بل انما بتزداد المعاناه يوما بعد يوم، بل واننا ماشيين لانهيار كامل بالنسبه للوضع الانساني والصحي في مخيمات النزوح دارفور وكل عموم السودان. يعني اكثر من يعني 8 مليون سوداني هم يحتاجون الى غذاء بشكل طاري حسب المنظمات الدوليه، واكثر من 19 طفل خارج المدارس ده حسب الاحصائيات بتاعت المنظمات، يعني فما بالك انه الوضع يكون كيف. فمع ذلك انه الاحصائيات غير دقيقه مع ذلك، لانه المجتمعات اكثر من ذلك بكثير يعني، والاحتياج اكثر من ذلك. يعني رسالتنا انه لا بد من انه المعنيين وكل الحاذبين والناس اللي عندهم ضمير والدول المحبه للسلام لا بد من انه يزيدوا في مثلا يعني الشغل بتاع الغذاء ده، يزيدوا في يعني في مثلا بتاع انه يعني الغذاء ده لا بد من انه يعني يشكل وضع يعني ضغط عالي لطرفي الصراع انه يفتحوا المسارات الانسانيه ويجعل المساعدات الانسانيه بشكل فوري.
ما ولكن ما هم ما بيفكروا في انه مثلا انه يضغط على الطرفين، بل انه بيفكروا في انه مصالحهم. المصالح ده طبعا في الوقت ما وقت بدا مصالح، بل انه وقت بدا انه الناس يعالج المشاكل ويعالج مشاكل بتاعت الجوع والامراض والفتوى والظروف المناقيه اللي قاعدين يعانوا الضحايا في مخيمات الظل والحوان. الناس ما بعجبوا انه يكونوا قاعدين في المعسكرات، لكن طيب الظروف اللي نعم سيد ادم هذه النقطه واضحه. هذه نقطة واضحة، ولكن هناك حديث عن وجود مساعدات متزايدة تدخل إلى هذه المناطق من دارفور، ما مدى صحة هذه التقارير؟ هناك مساعدات قليلة تدخلت في إقليم دارفور، لكن المساعدات لا يكفي لأن الاحتياجات كبيرة جدا. ما حسب التقارير والتصريحات بتاعت المسؤولين الدوليين في مساعدات وصلت لكن قليل جدا، ما بس العدد الكبير الأول احتياج الكبير بالنسبة للضحايا الموجودين في دارفور، الملايين في معسكرات النزول والملايين في المدن والقرى والفرقان اللي فتقوا من جوة الأمراض وقزوة الظروف المناقية وعدم المياه الصالحة للشراب وغيرها من المشاكل اللي قاعدين تواجه مع انهيار الاقتصادي وانهيار البنية التحتية وانهيار المؤسسات الحيوية اللي قاعدين الناس قاعدين بتعالجوا منه، وعدم وصول الدواء بشكل يعني بشكل مستمر، وده اللي خلق انه يكون في يعني ظروف انسانيه قاسيه وانهيار بتاعت الوضع الصحي والانساني في البلد. شكرا. شكرا جزيلا لك سيد ادم رجال، الناطق الرسمي باسم منسقيه العمل النازحين واللاجئين في دارفور.